السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آمن محمد نبع جمال فرج عبد ربه، بقدم اعتذاري وأسف وندمي على ما صدر مني، بس أقسم بالله اللي صار منه صدر مني غير عن إرادتي. إحنا طبعا نمر بوضع ظرف الله أعلم بحالتنا، أنا بعدين أم لثلاث شهداء، وغير هيك ولادي إلي أسبوع وأكثر ما أتواصل معهم، فيش طبعا معروف، فيش لا تواصل ولا قادر اعرف عنهم اشي، ومكبوت اقسم بالله، وبقدم اسفي واعتذاري على ما صدر مني. وعن جد انتو اهل الطيب والكرم والاحترام، ونتشكركم على استقبالكم انه معاملتكم الحسنة، والله ما شفنا منكم لكل خير، يشهد علي الله اني بحكي من قلبي، انما شفنا منكم لكل خير واحترام وتقدير، وقمتوا بالواجب والزيادة، بل إحنا اللي أسأنا إلكم، وبعتذر، وبتمنى إنكم تقبلوا اعتذاري وتحسوا فينا وتعذرونا، والله غير طاقتنا، والله أقسم بالله. ومرة ثانية بعتذر منكم على ما صدر مني، وبندم ندم شديد، وشكرا لكم.